مخطط جديد تنتهجه شركة إيريس لتوسيع سوقها وتصدير منتجاتها نحو الخارج، والبداية مع ليبيا التي ينتظر أن يتم تصدير قرابة 20 حاوية إليها، تضم غسالات وثلاجات وأجهزة تلفزيون من صناعات جزائرية خالصة. وين رانا نصدروا دي كونتيتي تري تري امبورطونت من المنتوجات تاعنا، من الثلاجات، من الغسالات، من الطباخات، لي كويزينيير، رانا نصدروا فيهم للسوق الليبية. ونقدر نقول لك باللي إيريس تركا راهي غزات السوق الليبية، علاه؟ لأنه كيما نقولوا لقاو النوعية تاع المنتوج، لقاوها مليحه، لقاو باللي ان تري بون كاليتي. يا نقدر ما عنديش لي شيفر اكزاكت، مي اخر كوموند يعني كنا ليفري يا ابري 3 و 4 جور درناها بالك بلا ربعه ولا بالخميس اللي فات، يافي بلو دون 20 دو سيمي رومورك افيك دي كونتينر اللي كانوا يشارجيهم. نقدر نقول لك لا كوموند الاخر كان فيها 200 ولا 300 ميل دولار ابري. المدير العام لشركه تيريس جمال جيدوم اوضح على هامش امضاء اتفاقيه مع البطل الاولمبي توفيق مخلوفي لتمثيل علامة إيريس، أن مؤسسته ستتلقى طلبات كبيرة من ليبيا، مما سيؤهله إلى تحقيق رقم أعمال يتجاوز 6 ملايين دولار. avec ce rythme avec le même client on peut atteindre facilement un chiffre d'affaires qui tourne autour de 5 millions de dollars 5 à 6 millions de dollars في العام avec le même client. دونك ان شاء الله يعني هذه ان سول كليون. دخلنا للسوق الافريقيه ثانيه افيك كلكو بارتنير، دخلنا للسوق التونسيه. جمال جيدوم تحدث ايضا عن مشروع عملاق في مجال المناوله الميكانيكيه يتمثل في انشاء اول مصنع جزائري لانتاج العجلات المطاطيه، سيرى النور نهاية السنة الجارية بولاية سطيف. نوماتيكا سيتيف سي ان بريمير اون الجيري اون ماتيير de secteur ou de nature d'activité, يعني طبيعة المشروع. C'est une première. أول مرة تندر في الجزائر، وين رايحين؟ On va fabriquer un pneu 100% algérien avec des normes internationales de très très haute qualité. رايحين نلحقوا ماشي 200 ميل، رايحين نلحقوا 2 مليون دو بنو بارون. العام الأول نبداو 1 مليون دو بنو بارون، العام الجاي إن شاء الله، العام اللي موراه إن شاء الله 2 مليون دو بنو بارون. هاد لي 2 مليون فون ساتيسفير إن بون بارتي من لو مارشي ألجيريان، ومام يا إن بون بارتي في لا برودكسيون كي سورا ديستيني فير ليكسبورتاسيون. المشروع الجديد لشركة تيريس من شأنه تدريب المهندسين الجزائريين للوقوف على المصنع الجديد الذي سيحتوي أيضا على مخبر لمراقبة جودة العجلات ومدى تطابقها مع المعايير.